نقشونا بدك احلام اخي محمود عم فكر اجمع حديد هاي الشغله بتوفي معي اكثر شيء حديد ايه حديد مكسور بالحديد يا عظامي بالنعمه يا عزي انا زعيم الحاره وهي قدام كل العطوات وارب محمود الفوال شوارد الحكي. شو مين قال الحكي؟ الحكومة. الحكومة قالت الحكومة. الحكومة قالت. قولك يا عمي قال له الحمار نفخ نار. قال له اسمع وسطح. عم تعلمه يا ابو حسان غير؟ لك ضروري يا ابو حسان ضروري. احنا بعهد جديد. المرأة لازم تتعلم. ما بتعرفوا يمكن بالمستقبل القريب ممكن يصيروا نساء وزيرات. وما انا اليوم من هذا يا نساء ابك. أنا أخت القاتل يا أم القاتل. الأمير سيف الدولة هو الذي ولماذا يقودهم الأمير سيف الدولة وعندنا من هو خير من الوزير الأمير شجاع الدولة جمال الدين بزواج. ليش مطمس راسك انت وياه؟ أعطيني 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 لشوف أعطيتها مازون. لك المرت عمي اللي ساعة فاتحة المازون. افتحي لي الهواء لقول لك من تحت. اختي لا يجي هلا يجي هون. منيك مرت عمي؟ شو عليك مكتا؟ جيران لبعض حبيبتي. بعرف بس بحياتنا ما زرنا بعضنا يعني يا دوب اذا صدفت مرته الا مرحبا. اذا مو مشان الجيران مشان نجيب. مو انتي قلتي انه حس بالذنب وفكر حاله هو سبب موته؟ بلا.